بلاش مليان، ففي صفر اماكن، فنعتبر ان العربية دي اللي هتخش. بس سوري، باركينج فول والباب ما بيفتحش. تمام، نفترض مثلا ان العربية ايه طلعت. تمام ماشي، هندخل بقى العربية دي تخش، تيجي بقى تدخل العربية دي تاني، خلاص مفيش اماكن. ماشي، اول حاجة بعد ما تعمل الخشبة هتبدأ بقى ان انت تلزق الورق الالوان زي الشكل ده، وكل حاجة تبقى ايه منظمة. تمام، وبعديها بقى تبدأ تحط الكومبوننتس بتاعتك، وانا هسيب لك في اللينك في الديسكريبشن تحت السكيماتيك والكلام ده كله.